مركز الوصافة، وربما تقليص الفارق عن الرائد يستلزم على الشبيبة الفوز وإبقاء النقاط الثلاث بتيزي وزو، لكن ذلك ليس سهلا أمام فريق منتش بالتأهل إلى نصف نهائي من السيد الكأس. اسمه الوفاق سطيفي وعينه التقرب من البوديوم، ولما لا افتكاك تأشيرة إفريقيا الموسم المقبل. الجمهور القبائلي كالعادة وفي لتقاليده حضر بقوة وكان شاهدا على أول محاولة خطيرة جاءت بعد مرور 20 دقيقة لعب برأس القائد سعدو، لكن الحارس بولطيف تمدد وتصدى للمحاولة، في حين رأسية حمرون بعد ذلك لم تكن بعيدة عن الإطار. المد الهجومي الأصفر تواصل، وهذه المرة عن طريق شتي الذي توغل مرر وبولطيف يخرج الكرة من المرة الأولى، ثم الدفاع يتصدى لتسديدة بن شعيرة. مرة أخرى بولطيف ينقذ الموقف من أمام بالغربي. خطة نبيل نغيز والوفاق كان اللعب بحذر والاعتماد على سلاح المرتدات بفضل بنوح وقشة وانتظار أخطاء عناصر الشبيبة، فلا هذا ولا ذاك أتى بالجديد ولا حتى محاولة تافني الأخيرة لتنتهي المرحلة الأولى بالتعادل السلبي. قبل بداية الشطر الثاني من المواجهة، فرانك دوما يجري تغييرين بإقحام كل من فيستون ونايت مرابط قصد إنعاش الخط الهجومي، فكانت أولى المحاولات من فيستون. الرد من الجهة المقابلة كاد أن يكون فعالا لولا الابتعاد أو الإبعاد المثالي من المدافع لكرة بانوح نحو ضراوي زكريا. الدقيقة 60 حاملت الفرح لأنصار الشبيبة بفضل البديل عبد الرزاق فيستون الذي عرف كيف يفك شفرة الدفاع سطيفي وحارسه بولطيف ويمضي خامس أهدافه بألوان الكناري. رد الوفاق جاء بقدم رضواني، غير أن تسديدته لم تشكل خطرا على مرمى الحارس الصالحي. الشبيبة بحثت عن هدف الأمان مغتنمة خروج عناصر الوفاق من منطقتهم، وهنا فتح التفني لم تجد من يضعها الشباك. الدقائق الأخيرة من المباراة عرفت سيطرة واضحة للوفاق الباحث عن التعديل، وقشة يهدر فرصة ذلك، أو بالأحرى الحارس صالحي يحرم الوفاق من العودة بنقطة، والشبيبة تنجح في رهان الاحتفاظ بمركز الوصافة وتقليص الفارق عن الرائد. الشبيبة إذن تنجح في هذا الرهان.